يسعد اوقاتكم، معكم شيف رامي. حبيت حط خبرتي الطويلة في مجال الكيك والحلويات بين ايديكم. كورسنا عن كيكات اعياد الميلاد، ورح نتعلم بهذا الكورس طبخ الكيك، طريقة الحشوة طبعا، والتغليف، وتلبيس عجينة السكر بشكل احترافي للكيك الحقيقي والدمي. بعدة بسيطة رح يتضمن هذا الكورس 8 انواع من الكيكات. رح نشتغل هذه الكيكات ستيب باي ستيب بديزايناتهم، بشخصياتهم الكرتونية، بحيث يرضي جميع الأذواق. حقيقة هذا الكورس الشغل فيه ممتع، فيه متعة، وفيه إيش حرفية. وبعد الكورس مباشرة فيك تبدي مشروعك، وحتى لو ما كان عندك أي نوع من الخبرة، لأني نحن هذا الكورس مستهدف جميع المستويات من A to Z. رح نعلمك ستيب باي ستيب شلون تصل إلى مرحلة الاحتراف إن شاء الله. كورساتنا أونلاين، يعني وين ما كنت تكوني بأي بلد كان تقدري تحصلي على هذا الكورس. بالنسبة لسعر الكورس رح يفاجئكم، كورس حلو ممتع، شغله حلو واحترافي، رح ينقلك إن شاء الله لمستوى تاني. بنشوفكم إن شاء الله قريبا معنا بالكورس. يعطيكم ألف عافية.